كان حلمي اني وقت توجيهي اني ادرس جامعه، كان اول درس يعني مزبوط انه كيف اقدر اتحدى الحياه كلها. الفكره ما ابدا ابدا ما ماتت. انا رزقت همه الحمد لله من زمان، يعني من انا كنت طفله، فدائما حلمي اني انا كيف اكون معلمه. هذا الحلم قبل اني اكمل تعليمي. اول ما يوم دوام مع الطالبات وقفنا ورن الجرس وطابور الصباح وانا واقفه بكيت. هذا شفته من 10 أو 15 سنة.